إذا اطلعنا هلا على أنواع مختلفة من المعادن اللي حطيناها هون، أحسن ريسبونس أو أعلى ريسبونس لو اعتبرنا الريسبونس هون 100% ستينلس ستيل، بالحالة هاي تقريبا الرقم هون تقريبا أنا شايفه 50%، والبراس يمكن حوالي 45%. هلا راح أشرح شو يعني 45%، وهدول تقريبا 40%. إذا لو كانت السنسينج ديستانس هون 5 مليمتر راح تكون هاي ستينلس ستيل، لازم أصغر الرينج حتى يعمل سنسينج ل 2.5، وتقريبا هاي بتصير 4 في 5 تقريبا هاي 2. يعني لازم أقرب هذا الأوبجكت أكثر لحوالي 2 مليمتر. طبعا وإيش واضح إيش الاختلاف الأساسي بهدول؟ هم كلهم معادن، وبالعكس أصلا مين الكوندكتر الأحسن؟ احسن كوندكتور الكوبر، بس ايش الاختلاف الاساسي اللي سبب هذا الاختلاف هون؟ الفيرمابيليتي او الفيرمغنتيزم تبعت هدول الماتيريالز اللي موجوده هون. فالماتيريال اللي كانت اف اي لها عاليه اعطتني احسن ريسبونس على الديستنس هاي، والثانيين صار لهم ديستنس اصغر حتى يقدر يعملها سنسنج من هون. هلا في سنسرز صارت موجوده، في اندكتيف بروكسيميتي سنسرز، بكون هذا متساوي للكل. هاي طبعا نوع احسن بس اغلى، بتكون هذا بتوقع يمكن نوع ارخص، لكن فيه حاطط هو بديت شيء موضح الاختلاف بي اس ان بين النوع الاول والثاني بين المعادن المختلفه.